اخر حاجه اتكلم عليها في الجزء بتاع الاوبريشنز اللي ممكن تتعمل اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، لو انا عندي سيجنال اكس اوف تي وريل فاليوز الفا ما بتساويش صفر يعني ولا بتساوي واحد وثيتا اكبر من الزيرو، لو انا خدت اكس اوف الفا تي بنتكلم على السيجنال بتاعتها ان بيحصل لها كونتراكتنج لو الفا بتساوي اكبر من واحد، لو الابسولوت فاليو بتاع الالفا اكبر من الواحد. يعني ايه؟ يعني لو خدت مثلا اكس اوف مثلا 2 تي يبقى هي نفس شكل الاكس بالظبط، بس بتكلم انها حصل لها انها اتضغطت انكمشت. اوكي، انكمشت معناها انها دلوقتي بدل ما كان مثلا لو فرضا السبورت بتاعها كان من 0 لغايه 10 هتبقى السبورت بتاعها من 0 لغايه مثلا 5. اوكي، لو الفا اقل من الصفر بيبقى برضه ريفلكتد، يعني بيحصل برضه نفس الايفكت هو هو بالظبط بتاع الشرينكينج ده او بتاع الكونتراكشن ده، وبيحصل معاه ريفلكشن لو احنا ده النيجاتيف ده ملوش علاقه خالص. يعني احنا بنبص على الالفا دي الابسولوت فاليو بتاعها بيساوي كام ونقول اذا كان هيحصل لها كونتراكشن ولا هيحصل لها اكسبانشن. يعني مثلا عندي كمثال اكس اوف مثلا 1 هاف، اوكي اكس اوف 1 هاف تي، اوكي اكس اوف 1 هاف تي هتبقى اكسباندد فيرجن من اكس اوف تي. عكس كده لو عندي اكس اوف توايس تي، اكس اوف توايس تي هتبقى عباره عن كونتراكتد فيرجن من اكس اوف تي. كونتراكتد معناها انها مضغوطه، جزء مضغوط من الايه؟ من اكس اوف تي. لو بتكلم على الجزء بتاع الشيفت ان فريكونسي، الشيفت ان فريكونسي ده هتكلم عليه اكتر في الفري فوري ترانسفورميشن، فمش محتاجين نتكلم عليه دلوقتي اللي هو الجزء ده، فده يعني ده مش مشكله قوي نتكلم فيه دلوقتي. لو انا عندي ويندو سيجنال W of T، لو خدت X of T times W of T واتفقنا W of T دي تبقى شكلها عبارة عن ويندو، معناها ان شكلها كده تبقى بتاخد جزء من التايم بتبقى فيه بواحد والباقي بيبقى بيساوي صفر. فبيسكلي بتعمل لنا ديسبلاي ل X of T within the support of W of T. الاستعمال بتاع الويندو دي بيبقى يعني اساسا عشان نحول السيجنالز اللي بتبقى infinite support بنحولها سيجنالز لها فاينايت سبورت. يعني على سبيل المثال انا دلوقتي عندي سيجنالز بتاعت مثلا اي سي جي مثلا هي بتاعت رسم القلب مثلا، السيجنال دي من مايس انفينيتي لانفينيتي. انا دلوقتي لو انا عاوز ان انا اخدها واعمل لها اكوزيشن جوه الكمبيوتر، هل انا بقدر اعمل لها اكوزيشن من مايس انفينيتي لانفينيتي؟ لا، ده انا دلوقتي ببتدي في وقت معين التي بتساوي زيرو وانتهي مثلا في وقت تاني تي بتساوي كابيتال تي مثلا. اوكي، وفي النص انا باخد الايه؟ باخد السيجنال بتاعتي، وقبل كده وبعد كده ما باخدش السيجنال. فانا باسيوم ان انا خدت الاي سي جي ده مالتبلايد بويندو، والويندو دي عباره عن يعني حاجه بتسمح لي ان انا اخد السيجنال في منطقه معينه من الوقت وقبل كده وبعد كده ما تبقاش موجود. فالدبليو اوف تي ده او الويندوينج ده احنا بنحتاجه او هو احنا فعليا بننفذه براكتيكالي لما بنيجي ناخد السيجنال بتاعتنا ونحولها لديجيتال فورم.